سلام المسيح معكم إخوتي المشاهدين، ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طريق الخلاص. في حلقتنا اليوم سنتناول موضوع الله أو لله المرتبة الأولى في حياتنا. فما معنى أن نحيا لله إخوتي؟ وما الذي نعنيه بأن نعطي الله المرتبة الأولى في حياتنا؟ في أول تفكير لنا إخوتي، نستنتج بكل بساطة أن الحياة لله هي أن يحتل الله المرتبة الأولى في حياتنا، أن يكون له المركز الأول في كل خطوة وفي كل عمل نريد القيام به في حياتنا، سواء الشخصية أو العملية. يقول الكتاب المقدس: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. ولكن ما هي هذه النية إخوتي؟ وكيف يمكن للإنسان أن يعيش بحسبها؟ هذه النية إخوتي يقصد بها نية التألم من أجل خلاص أنفسنا. فإن تألم السيد المسيح له المجد من أجلنا ومن أجل خلاص أنفسنا، فكيف يمكننا نحن أو كيف لا يمكننا نحن أن نتألم لكي نسير في الطريق الذي رسمه لنا له المجد؟ صحيح أن السير ضد التيار في أيامنا هذه ليس بالأمر السهل، فكل من حولنا يسيرون أو سيرون فيها أشخاصا غير عاديين، سيرون بأننا لسنا عاديين، أشخاصا لا يسيرون تقدم العصر. ولكن إخوتي، كل هذا لا يهم، فالسير حسب مشيئة الرب لهو الربح والانتصار المؤكد. أولم ينذرنا السيد المسيح له المجد بقوله في إنجيل متى الإصحاح 16 العدد 26: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ إذن إخوتي، بماذا سينفعنا العالم إذا كان يعرض أنفسنا وحياتنا الأبدية للخطر؟ لنأخذ مثالا بسيطا فقط، ألستم مستعدين لدفع كل ما تملكون إذا ما وجدتم يوما أن حياتكم في خطر؟ أو حتى حياة أحد أبنائكم؟ إن المسيح له المجد إخوتي قد دفع حياته ثمنا لأجل خلاصنا. إنه لم يدفع مالا، إنه لم يدفع أشياء مادية لكي يشتري نفوسنا التي حصدت الموت بسبب الخطيئة، لأنه كما جاء في الكتاب المقدس أن أجرة الخطيئة الموت. إنه له المجد دفع حياته ثمنا لخلاصنا، ونحن باعتبارنا المستفيدين الوحيدين من موته، فلا يجب علينا أن ننسى تلك التضحية التي قام بها من أجلنا له المجد. نتابع في الإصحاح الرابع من رسالة بطرس الأولى الأعداد من الثالث إلى السادس، فنجدها تقول: لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. هنا إخوتي يذكرنا الرسول بطرس بأننا قبل تعرفنا على المسيح وقبل قبوله في حياتنا، فقد سرنا في طريق الأمم، الطريق التي لا تعرف شيئا آخر
سوى الشهوات الجسدية، الطريق التي لا تعرف شيئاً آخر سوى الملذات الدنيوية، والتي بالرغم من أنها تجذب كل البشر إليها إلا أنها ليست دائمة، وهي مجرد شهوات أرضية، هي مجرد شهوات مؤقتة وزائلة. ونحن قبل إيماننا بالسيد المسيح له المجد كنا نعيش فقط لهذه الشهوات، كنا نتبع فقط هذه الطريق البطالة، هذه الطريق التي تجرنا إلى هلاك أنفسنا، هذه الأنفس الثمينة التي أعطى الرب يسوع المسيح حياته لكي لا تهلك بل لتكون لها الحياة الأبدية. إننا كبشر إخوتي لا نستطيع إدراك مدى أهمية أنفسنا بالنسبة لله. الله إخوتي لا يريد أن يرانا نسير في طريق الهلاك. الله إخوتي لا يريد أن يرانا نترك ونتجاهل التضحية التي قام بها من أجلنا. الله إخوتي لا يريد أن يرانا نبتعد عن النور الذي قدمه لنا مجانا لكي ننغمس في الظلام الذي نهايته الهلاك والآلام والحزن. الله إخوتي يحزنه أن يرى أنه وبالرغم من كل ما قام به من أجلنا ما زلنا نضعه في المرتبة الأخيرة في حياتنا، إن لم نكن قد محونا وجوده تماما في حياتنا. إخوتي كيف يمكن إذن لعقل يفكر بالمنطق أن يرد الإحسان بالإساءة؟ وأي إحسان هذا؟ إنها المحبة العظمى والتي لا مثيل لها، هي التضحية بالنفس من أجل الآخر. المسيح يسوع له المجد قال عن هذه المحبة في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 العدد 13: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أولا يستحق منا إخوتي هذا الرب أن نعطيه المرتبة الأولى في حياتنا؟ أولا يستحق منا إخوتي هذا الرب أن تكون حياتنا حسب مشيئته وإرادته؟ بالطبع، إن فكرنا بالمنطق، إن اعتمدنا على تفكيرنا المنطقي، فإننا سنعطيه المرتبة الأولى في حياتنا، فإننا سنعطي حياتنا كلها له لكي يوجهنا ولكي يرشدنا ولكي يأخذ بيدنا في اتجاه بر السلام وفي اتجاه الخلاص الأبدي والحياة الأبدية. فاصل إعلاني قصير إخوتي ونعود معكم من جديد وتتمة موضوع حلقتنا اليوم، لنا عودة. أهلا بعودتكم معنا إخوتي المشاهدين وتتمة موضوع الحلقة والذي نتناول فيه إعطاء المرتبة الأولى في حياتنا لله تعالى. لقد تحدثنا قبل الإعلان عن التضحية التي قام بها الرب يسوع المسيح لكي يعطينا الحياة الأبدية ولكي ينجينا من الهلاك، كما وتحدثنا عن أن كل الشهوات وكل الملذات الدنيوية ما هي إلا مؤقتة وزائلة، وأنها لن تنفعنا في شيء إذا ما خسرنا أنفسنا، وما هي إلا طريق مظلمة تحجب عنا النور الإلهي وتقودنا إلى الهلاك. لنتابع الآن موضوعنا إخوتي ونقرأ الأعداد من 7 إلى 9 من الإصحاح 4 من رسالة بطرس الأولى، وتقول الأعداد: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة.
في هذه الأعداد إخوتي نجد الرسول بطرس يذكرنا بأن النهاية قد اقتربت. نجده ينصحنا بأن نتشبث ونكثر في الصلوات. نجده ينصحنا بأن نحب بعضنا البعض. هذه المحبة التي تستر الكثير من الخطايا، هذه المحبة التي تمكننا من العيش حسب إرادة الله. ولقد تحدثنا إخوتي مرات عديدة عن محبة الله العظيمة لنا، هذه المحبة التي تفوق إدراكنا نحن البشر، هذه المحبة إخوتي التي دفعت السيد المسيح إلى تقديم حياته كفارة لنا عن خطايانا. ولقد قال يوحنا في إنجيله في الإصحاح الثالث العدد 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله سبحانه وتعالى إخوتي يريد منا أن نتخذ محبته كمثال لنا نحن البشر، حتى يكون بإمكاننا أن نحب الآخرين بمثل تلك المحبة العظيمة واللامشروطة التي أحبنا هو بها. ولو أنه من المستحيل أن نحب أحدا كما الله أحبنا حتى أنفسنا، إلا أنه إذا قمنا إخوتي بالخطوة الأولى في طريق هذه المحبة فهذا بحد ذاته يحسب لنا. أوليست إخوتي محبة الآخر الوصية التي تبعت الوصية الأولى والتي اعتبرها السيد المسيح له المجد وصية عظيمة؟ فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 12 العدد من 29 إلى 31: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فما الذي يمكننا إخوتي البحث عنه أكثر من قول المسيح هذا لنا؟ أعظم وصية تأتي بعد وصية الله هي محبة القريب كمحبتنا لأنفسنا. وهذا هو عمل مشيئة الرب، هذا هو الحياة لله، هذا هو العيش حسب إرادة الله، حفظ وصاياه. المسيح يسوع له المجد ذهب بهذه الوصية إلى أبعد من هذا بكثير، إذ أنه حدد لنا معنى القريب، وذلك بعد أن سأله ناموسي وهو يحاول بذلك تبرير نفسه عن من هو القريب بالنسبة لنا. ولقد أعطاه السيد المسيح يسوع له المجد شرحا عن من هو القريب بالنسبة لكل واحد، وذلك بإعطائه مثل السامري الصالح، والذي نجده في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر الأعداد من 30 إلى 36. وخلاصة المثل هي أن القريب هو من يهتم بأمرنا، القريب هو الذي يهمه خلاصنا، القريب هو الذي يساعدنا وقت الحاجة، القريب هو الذي لا يتخلى عنا عندما نكون في محنة. وهنا قد عمق السيد المسيح له المجد معنى القرابة إلى أبعد الأبعاد، إذ أنها لا تقتصر على الذين تربطنا بهم قرابة دم. ولكي يوضح هذا الأمر أكثر قال في إنجيل مرقس الإصحاح الخامس العدد من 43 إلى 48، وتقول الأعداد: سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم،
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إخوتي، هنا دفع المسيح يسوع له المجد بمعنى محبة الغير إلى بعد لا يمكن للإنسان حتى تصوره. فمحبة العدو الذي أساء إلينا، محبة العدو الذي جرحنا وسبب لنا الآلام، هي من أصعب ما يمكن للإنسان العادي أن يقوم به، لأن هذه المحبة هي المحبة الحقيقية. هذه المحبة هي التي تؤكد بأننا نعيش فعلا لله ونعمل فعلا مشيئته في حياتنا، إذ أن كل واحد منا يحب أحباءه لأنهم يبادلونه نفس الشعور. لكن كل منا يجد أنه من الصعب جدا محبة العدو، هذا العدو الذي يكن لك عفوا الكراهية والحقد. المسيح يسوع ذهب إلى أبعد من ذلك، فنجده يطلب منا ليس فقط محبتهم بل حتى الصلاة والدعاء لهم. فيقول في إنجيل لوقا أيضا في الإصحاح السادس العدد من 27 إلى 31: لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. هنا إخوتي يحثنا السيد المسيح على التسامح، يحثنا على المحبة، يحثنا على الصلاة للأعداء، يحثنا على أن نظهر لهم بمحبتنا لهم الصورة الحقيقية للرب الذي فدانا وأحبنا دون ما استحقاق. ويتابع الرسول بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الرابع العدد من 10 إلى 11 فيقول: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. هنا يحثنا الرسول بطرس على استخدام المواهب التي من الله بها علينا، يحثنا على أن نضعها في خدمة إخواننا، فنحن بذلك نمجد الرب يسوع المسيح. فالبركات التي أنعم الله بها علينا والمواهب التي خصصنا بها يجب أن نحسن استعمالها لخدمة الرب الذي هو في الأول والآخر صاحب الفضل الكبير علينا. وبهذا إخوتي تكون حياتنا حسب مشيئة الرب، تكون حياتنا حسب طرقه، ونحن نعلم أنه ما دمنا نسير وراء النور فلا خوف علينا، ونعلم أيضا أنه ما دمنا قد طلبنا الروح القدس وتركناه يسكن فينا، فإن نهاية مطافنا لا يمكن إلا أن تكون سعيدة ومبهجة. إننا نعلم إخوتي أننا إذا سرنا في طريق الرب يسوع المسيح فإننا نسير في طريق الخلاص،
أننا نسير في الطريق الصحيح، إننا نسير في طريق الحق. هذا هو الطريق الذي علينا إخوتي أن نتبعه، وهذا هو الطريق الذي علينا إخوتي أن لا نحيد عنه، حتى يكون بإمكاننا الوصول بأمان إلى بر السلام والأمان، حتى يكون بمقدورنا إخوتي الوصول أو الاتجاه خطوة بخطوة نحو ملكوت السماوات، نحو ملكوت السماوات حيث ينتظرنا الله تعالى، نحو ملكوت السماوات حيث سنعيش مع الملائكة. إخوتي، أن نجعل الله في المرتبة الأولى في حياتنا هي أول خطوة في الإيمان. أن نجعل الله في المرتبة الأولى في حياتنا هو أول شيء نقوم به يقودنا في الطريق الصحيح. فإن نحن تركنا المرتبة الأولى في قلوبنا، في حياتنا العملية، في حياتنا الشخصية العائلية لله، نكون نسير على المسار الصحيح. فكل مشاريعنا يكون الله هو من يوجهنا فيها، كل خطواتنا يكون الله هو السراج الذي ينيرها، كل طريقنا يكون نور الله سابقا لنا. نخطو خطوة بخطوة في هذه الطريق أو في هذا المسلك المنير الذي يخفي الظلمات عنه ويبعدها عنا. فشمعة صغيرة إذا ما أشعلناها إخوتي تبعد كل الظلام في بيت يكون واسعا أو في غرفة تكون واسعة ومظلمة. يكفي أن نشعل ولو عودة قاب صغير لتختفي كل تلك الظلمات وكل ذلك الظلام. والله إخوتي أكبر بكثير من عود التقاب، أكبر بكثير من الشمعة الصغيرة. نوره يملأ قلوبنا، نوره يملأ حياتنا، فينعكس إلى الخارج، ينعكس لكل من يحيط بنا. إن نحن إخوتي جعلنا المرتبة الأولى في حياتنا لله، سنتمتع بنجاحات لا تعد ولا تحصى، سنتمتع بصحة جيدة، سنتمتع بسعادة كاملة وكبيرة، وكل هذا سينعكس إلى الخارج، سيراه الآخرون وسيلاحظونه في حياتنا الأسرية والعملية والشخصية، وسيتساءلون هم بأنفسهم من أين لنا كل تلك النجاحات، ومن أين لنا كل تلك السعادة والبهجة، ومن أين لنا تلك الصحة الدائمة. وجوابنا لهم سيكون من عند الله، من عند خالقنا، من عند الرب يسوع المسيح الذي فدانا بموته على الصليب. فاقبلوه في قلوبكم حتى تنعموا أيضا أنتم بالنجاحات وبالسعادة والبهجة والسلام والطمأنينة التي لا تقدر بثمن في هذا العالم. إلى هنا إخوتي نأتي إلى نهاية حلقتنا معكم اليوم. نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في حلقتنا المقبلة بمشيئته. إلى اللقاء.